بسيط جدا. تخيلوا ان لو الاعمى ده بقوا اتنين من العميان يحصل ايه؟ تخيلوا ثلاثة، تخيلوا عشرة، تخيلوا ان كل الشارع بقى كله من العميان بيسيروا في شارع واحد، وكل واحد فيهم من اعمى لا يرى، لا يوجد نور، يبقى ايه اللي هيحصل بالظبط؟ ده تبسيط شديد جدا للي بيحصل في العالم كله، في أزمة حقيقية وأزمة إنسانية فعلا، محتاجين ان احنا نضع ايدينا يعني على الداء ونشخصه بشكل جيد جدا، ومن ثم نستطيع ان احنا نوجد العلاج اذا كان عندنا علاج. وعندنا العلاج ولا نملك شيئا، يعني ولا نملك شيئا نستطيع به اختراق الحضارة الغربية إلا القرآن الكريم، لا نملك أي شيء آخر، وليس باستطاعتنا أن نملك شيء آخر نخترق به الحضارة إلا القرآن الكريم. واختراق بمعنى إصلاح، بمعنى توجيه، بمعنى يعني نشر للنور، بمعنى نشر للمحبة بين الناس، وبغرض هدايتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وبغرض إنقاذهم في الآخرة، لأن الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هي فترة بسيطة جدا، والآخرة خير وأبقى. نبدأ على طول في موضوعنا النهاردة. طبعا هو العنوان مفاتيح المفاهيم القيمية والأخلاقية في القرآن الكريم. أنا كنت يعني لو خلينا العنوان مفاتيح الهداية كان ممكن يكون أبسط وأوفق بالنسبة لنا، فأنتوا تسامحونا بقى على إيه أنا حطينا العنوان ده، ولكن هو المعنى أبسط. إن شاء الله تكون الندوة أو المحاضرة تكون تفاعلية، يعني إحنا نتفاعل معكم. هنتناول في المحاضرة دي ثلاث عناصر أساسية. أول عنصر الإنسان والقرآن. العنصر الثاني مفاتيح الهداية. العنصر الثالث كيف نهتدي. طيب نبدأ من البداية، بداية الخلق. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالبداية أن الله سبحانه وتعالى جعل أو جاعل في الأرض خليفة، ومادة الجعل في القرآن الكريم تتجه إلى إرساء وتنظيم الشأن الكوني العام. والذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم، جعل لكم، الجعل من الله سبحانه وتعالى هو لتنظيم الشأن الكوني العام. جعل لكم الأرض مهادا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ويعني وحدثت حادثة أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنها من بها وهي من الغيب الذي لابد أن نؤمن به، وهي حادثة الحوار الذي دار بين الله سبحانه وتعالى وإبليس عليه لعنة الله وآدم عليه السلام، وماذا دار بينهما. وانتهى الحوار بقول الله سبحانه وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكانت البداية، بداية الإنسان وهبوط الإنسان للأرض مباشرة بدأ معه إيه؟ هدى. هدى، ايه هو الهدى؟ ايه هو الهدى؟ السؤال لحضراتكم. الوحي، جميل جدا. الهدى وحي الله سبحانه وتعالى، سواء بالنسبة إلينا نحن القرآن، نزل علينا القرآن، أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لنا القرآن الكريم. من بداية هبوط الإنسان إلى الأرض، والله سبحانه وتعالى حدد له المهمة الأساسية: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كثيرون يتحدثون عن الغاية من خلق الإنسان وأنه مخلوق للعبادة، ولكن يعني لم يبينوا لنا كيف يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى. يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى باتباع الهدى، باتباع الهدى. واتباع الهدى هو اتباع الوحي النازل على الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. في سورة طه قال الله سبحانه وتعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى، تركيز على قضية الهدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى. لماذا حشر الله سبحانه وتعالى أعمى؟ ليه حشر أعمى؟ لأنه كان أعمى في الدنيا. فمن عاش في الظلام ومن عاش في السواد يأتي يوم القيامة أيضا في الظلام والسواد، لأنه كان وهو حتى يعني بيحاجج الله سبحانه وتعالى، بيقول قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أنا كنت مفتح، أنا كان نظري 6/6، يعني فيش أي مشكلة خالص، ولكن قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ما تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والآخرة والعذاب الآخرة أشد وأبقى. يعني فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله سبحانه وتعالى خلقنا، علمنا، أسكننا الجنة، عصينا، حصل عملية الهبوط إلى الأرض، أنزل الله سبحانه وتعالى الهدى، فانقسم الناس فريقين، اتبع الهدى فلا يضل لا يشقى لا خوف لا حزن، فكان في الآخر مصيره الجنة، وفريق آخر لا يتبع الهدى فكان فيه ضلال وشقاء وخوف وحزن وضنك وعمى، وفي الآخر كان مصيره النار والعياذ بالله. دي قصة البداية، هذه قصة البداية، علاقة الإنسان. خلوا بالكم احنا بنتكلم في العنصر الأول اللي هو ايه، علاقة الإنسان بالقرآن. فعلاقة الإنسان بالقرآن من البداية واضحة جدا جدا جدا، انه البداية، ان بداية الهبوط الى الأرض هي لغرض ولهدف أساسي وكبير جدا، هو اتباع الهدى. طب قصة النهاية، يعني في النهاية هل الإنسان مرتبط بهذا الهدى؟ هل هناك علاقة يعني بين مصير الإنسان في النهاية وهذا الهدى؟ نشوف كده مع آيات الله سبحانه وتعالى. احنا مرينا بمراحل، يعني كل إنسان مر بمراحل. أول مرحلة مرينا بها كان مرحلة الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فدي مرحلة. طب كنا فيها إمتى وتنينا فيها كم سنة؟ الله أعلم. المرحلة الثانية مرحلة الحمل، ودي الطبيعي بتاعها بنستمر فيها من 6 لـ9 شهور. طيب مرحلة الحياة الدنيا، ودي بنستمر فيها على يعني على بالنسبة لأعمار الأمة لأمتنا يعني، فنقول مثلا 100 سنة. طيب المرحلة اللي بعدها البرزخ، دي المرحلة اللي هي الانتقالية ما بين الحياة الدنيا وإيه والآخرة، دي المدة اللي نقعد فيها دي الله أعلم. ولكن في الأخير الآخرة في إما جنة، ودي برضو خلود فلا موت خالدين فيها أبدا، وإما نار خلود فلا موت خالدين فيها أبدا، ما لا نهاية. لذلك يعني الله سبحانه وتعالى يعني عندما يتحدث عن القرآن يصف، ومن أسماء القرآن الكريم الكبيرة جدا في القرآن الكريم اسم العلم. لماذا العلم؟ لأن ببساطة شديدة جدا
العلم الذي يعني علم علوم الحياة الدنيا كلها كلها بما فيها كل العلوم التجريبية وغير التجريبية والعلوم الإنسانية، هدفها أن يعيش الإنسان في رفاهية واطمئنان لمدة 100 سنة. طيب نخليها 1000 سنة باعتبار أن احنا هنعيش 1000 سنة. أما الكتاب الكريم والقرآن الكريم فهو العلم المعرف بالألف واللام، لأن هدفه أن يعيش الإنسان في سعادة في 100 سنة أو 1000 سنة، وكذلك في المال نهاية، في المال نهاية. وأي شيء على الماء يعني 100 سنة على المال نهاية بتساوي إيه؟ 0. طيب يوم القيامة ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. طيب فما هو سبب شقاء الناس في الآخرة؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فكان السبب الرئيسي في شقاهم ايه من خلال الآيات دي؟ التكذيب بالآيات. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. طيب مشهد آخر: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وكانت الحج عليهم إيه أمام الله سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني هم منتظرين لما يتحقق في أرض الواقع يوم القيامة، يوم يأتي تأويله. يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق، بالحق بالآيات، قد جاءت رسل ربنا بالحق، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. مشهد آخر في سورة المؤمنون: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، سامرا تهجرون. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فسبب عذابهم وسبب يعني شقائهم في الآخرة أن كانت الآيات تتلى عليهم فكانوا على أعقابهم إيه؟ ينكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني كانوا يتسامروا في أشياء كثيرة جدا جدا جدا، ولكن كان الاتفاق الشيء الجامع في كل أسمارهم إنه كان في إيه؟ عملية إيه؟ هجر القرآن الكريم. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فكانت سبب شقائهم هو بعدهم عن الآيات. مشهد آخر في سورة الأعراف أو آيات أخرى: يا بني آدم، ودي اللي بني آدم جميعا، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى فيه الله سبحانه وتعالى أرسل رسل يقصون الآيات، فمن اتقى وأصلح عندها ينقسم الناس إلى فريقين: اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب إذا عرفنا سبب شقاء الناس في الآخرة، طيب مشهد آخر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. فكانت الحجة على هؤلاء الأشقياء جميعا إيه؟ الآيات. طب إذا كان هذا هو سبب شقاء الناس في الآخرة، فما سبب سعادة الناس في الآخرة؟ قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم، نفس الآيات، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى سبب عدم الخوف وعدم الحزن في الآخرة هو الآيات، اللي هو اتقى وأصلح، اتبع الآيات.